إلى ترسيم تونس. طبعا ترسيم اللاعب الجزائري لاعب مولودية العلمة إبراهيم شنيحي عقده رسميا مع النادي الإفريقي التونسي مثل ما قال طبعا 3 مواسم. مساعد مدرب الإفريقي التونسي مهر زديري بأن متوسط ميداني الخضر قال بأنه الاتصال به كان بعد الثناء الكبير من كريستيان غوركيف. طبعا نتابع التصريح مع زميلنا مبعوث النهار إلى تونس إسلام شتيوة نتابع. من المفروض انه يكون متواجد مع المجموعه ان شاء الله نهار الاحد فيو انه اليوم معناها صح العقد نتاعو تو دونك سي تي كونكلو معناها اليوم شنو اليوم جمعه دونك نهار الاحد يكون متواجد مع المجموعه. بالنسبه للاعب هذا سمعنا عليه دي بون زيكو معناها اترافير غوركوف اترافير معناها الناس اللي تعرفوا في العلمه نعرفوا سي تان جوار غوشي لا ان بون تالون دونك شفنا منه أنه النادي الإفريقي في حاجة للاعب في المستوى هذا وبالإمكانيات هذه إن شاء الله يندمج بسرعة في الفريق ويعطي معناها يوري الإمكانيات نتاعو إن شاء الله في النادي الإفريقي.